مساندة ودعما لنضال المرأة الفلسطينية في القدس في مواجهة المخططات الصهيونية لتهويد المدينة المقدسة وطمس هويتها، احتضنت مدينة اسطنبول ملتقى كلنا مريم الدولي برعاية السيدة أمينة أردوغان قرينة الرئيس التركي، التي انتقدت ترديد المجتمع الدولي لشعارات عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل، بينما يغيب تطبيق تلك الشعارات في فلسطين، ما يعبر عن حالة من النفاق الدولي، مؤكدة التزام تركيا بدعم النضال الفلسطيني دفاعا عن المسجد الأقصى الذي يعد إرثا للمسلمين جميعا. وفي كلمة ملتقى كلنا مريم العالمي، أكدت هند المطوع رئيسة الملتقى على ضرورة العمل المتواصل لمساندة قضية القدس وتقديم الدعم لحرائر الأقصى دفاعا عن مقدسات المسلمين، مؤكدة أنه لو تحررت القدس فإن الأمة الإسلامية كلها ستتحرر. إن علينا جميعاً أن نتكاتف في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، وهذا التجمع وبركة العمل سيشكل السد المنيع للحفاظ على القدس عربية وأهلها الصابرين المرابطين الآمنين على أرضهم في استقرار دائماً بإذن الله تعالى وثبات ما دام الحق ثابتاً. من جهتها استعرضت المرابطة المقدسية خديجة خويص جرائم الاحتلال الصهيوني في فلسطين، ولا سيما في مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى رمزية اختيار اسم الملتقى كلنا مريم. وبينما نحن في هذا المؤتمر والملتقى الذي تسمى باسم أمنا مريم العذراء عليها السلام، والتي كانت نموذجاً خالصاً لخدمة القضية المباركة، وفي ذات الوقت كانت نموذجاً لم يسلم من بطش اليهود وإيذائهم، على خطاها سارت مريميات القدس خدمة للقدس وتضحية لأجلها. مريميات القدس قناديل لا تنطفئ، شعار رفعه الملتقى ليعبر عن المرأة الفلسطينية أماً وزوجة وأختاً وابنة لشهيد أو أسير في سجون الاحتلال، تلك المرأة الباقية على عهد النضال دفاعاً عن مسرى النبي الكريم في مواجهة مخططات التهويد الصهيونية.